بالحق يعمل سيستم وتايم انفاريانت، فعلى طول هتلاقيها بتتعامل مع ال تي اي سيستم اللي هو بتاعها لينير تايم انفاريانت سيستم. تمام؟ طيب لو انت عندك ال تي اي سيستم ودخلت له دلتا او تي هناخد الاوتبوت اللي هيطلع اي سيجنال هيطلع اوتبوت وخلاص، المهم ان احنا هنتست الدلتا ونشوف الاوتبوت هيطلع، هنسمي الاوتبوت ده بقى ايه؟ اتش او الانبوتس ريسبونس، ده هاي واي ديفينيشن يعني، نسمي ده انبوتس ريسبونس. ده احنا ديفينيشن احنا عملناه. تمام؟ طيب لو نفس السيستم ده خدت له بعد شويه دلتا او تي ناقص تي نوت، متوقعين هيطلع يبقى ايه؟ اتش اوف تي ناقص تي نوت، كده استخدمنا حساب ايه؟ تايم فاكت. طيب لو خدت الدلتا لطاف A والدلتا اللي مش هتقدر لطاف B يا جماعه هيطلع لي؟ الاتش لو هنعمل هو في A والثانيه هو في B يعني خاصيه اللينيرتي. وبالتالي انا دلوقتي لو انا عندي اي انبوت والانبوت ده دلتا كام على انه مجموعه شويه دلتا هعرف احسب الاوتبوت ولا لا؟ هعرف احسبه ازاي؟ ان انا كل دلتا انا عارف الاوتبوت بتاعها اللي هو اسمه اتش، ولو دلتا اتشفتت شويه الاتش هتشفت شويه، وبالتالي لو الانبوت الدلتا اكتبه على انه مجموعه شويه دلتا يبقى الاوتبوت اقدر اكتبه على انه مجموعه شويه دلتا، يبقى انا هعرف احسب الاوتبوت بتاع الانبوت ده ازاي. تمام؟ طيب هل عندك المقدره انك تقدر تكتب اي سيجنال على انها مجموعه شويه دلتا؟ وده الهدف اساسا للدلتا معمول عشان احنا عاملين ندرس دلتا معاهم السنه مش فاهمين دي لازمتها، عاملين نقول دي حاجه مش براكتيكال والويدز بتاعها صفر والكلام ده كله. هي الهدف بتاعها الاساسي ان هي الحاجه او البيزك يونت اللي ممكن اعمل منها اي سيجنال تاني. تمام؟ احنا رحنا او يعني قدرنا نثبت ان اي سيجنال اقدر اكتبها على انها اقدر اكتبها على انها لستات كتيره جدا 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 وفي الاخر بجمعهم اللي هو بما انها كونتينوس يعني فلما لستات كتير لازقين جنب بعض هي الجامع ده هيقلب للانتجريشن اللي هو يعني خلينا نقول بطريقه ثانيه لو انا سنجل عامله كده مش هقدر اقول ان هي بتساوي مجموعه الدلتا دي زائد الدلتا دي زائد الدلتا دي زائد الدلتا دي وهكذا كل لستات كتير قوي لازقين في بعض بس هل كلهم الامبليتيود بتاعهم 1؟ لا على حسب كل واحده الامبليتيود بتاعها بيعتمد على ايه؟ قيمة الفانكشن في الحتة دي، يعني هنا الدلتا الأولانية هي دلتا أوف تي لأنها موجودة عند زيرو. بس الأمبليتيود بتاعها مش مرة، الأمبليتيود بتاعها بإيه؟ بإكس أوف زيرو، اللي هي قيمة الفانكشن عند الزيرو. الدلتا اللي جنبها دلتا أوف تي ناقص حاجة صغيرة قوي مثلا هنسميها إس، أي حاجة تاو أيا كان. ومضروبة بإيه؟ في الأمبليتيود بتاعها. في قيمة الفانكشن أو الأمبليتيود بتاع الفانكشن عند اللحظة دي اللي هي إكس أوف تاو أو إكس أوف إس. صح؟ وبعدين في دلتا ثالثه جنبهم اللي هي دلتا اوف تي ناقص 2 اس اللي هي اللي بعدها مضروبه الامبليتيود بتاعها اكس اوف 2 اس وهكذا. فهي هتلاقي ان هي مجموعه حاجات كتيره جدا دلتات كتيره كل دلتا الامبليتيود بتاعها هو قيمه الفانكشن في مكان الدلتا. صح؟ لو بصينا للشكل ده هنلاقيه هو كده، هو دلتات كتيره جدا كل واحده منهم موجوده في المكان اللي اسمه تاو وكل واحده مضروبه في قيمه الفانكشن عند التاو وبس. بدل ما نعمل سميشن نعمل انتجريشن عشان ايه؟ عشان هم عددهم كبير جدا والاس دي تنس تو زيرو يعني او التاو دي تنس تو زيرو فاحنا بنعملها دي تاو. تمام؟ فكده اي سيجنال لو فكرت فيها اي سيجنال ايا كان شكلها هي دلتا كتير جنب بعض مهما كانت السيجنال دي سريعه مهما كانت بتتغير لو فيها ايا كان هي دلتا كتير جنب بعض وخلاص. تمام؟ وبالتالي بما ان انا عندي المقدره ان اي سيجنال اكتبها على انها مجموعه شويه دلتات يبقى هقدر اجيب الاوتبوت بتاعها. صح؟ لو فكرت فيها بص المعادله دي كده ايه الفرق بين المعادلتين دول؟ شفت دلتا دلتا حطيت اتش دي معناها ايه؟ مش انا عارف ان التيرم ده لوحده انا عارف ان الدلتا دي بتطلع اتش صح؟ وهي مضروبه في امبليتيود اكس وزيرو ده مش ده فاليو رقم 5 6 4 ونص ايا كان فهيطلع اتش مضروبه في الرقم ده والدلتا متشفته شويه هتطلع زي ما انتوا لسه قايلين هتطلع اتش متشفته شويه صح؟ فالترم التاني ده هيطلع اتش متشفت شويه مضروب في نفس الاكس والترم التالت تطلع اتش فتلاقي الاوتبوت هو ايه؟ الاوتبوت بتاع كل ترم وبرده تشيل الدلتا وتحط اتش صح؟ وبالتالي هقدر من المعادله دي ان هو الواي هي مجموعه اتشات كتيره جدا جنب بعض كل واحده مضروبه في الرقم اللي كانت الدلتا اللي داخله مضروبه فيه صح؟ وبالتالي المعادله دي انا كده الاوتبوت حسبته باستخدام ايه؟ ايه اللي انا استخدمته عشان احسب الاوتبوت؟ الانبوت وده طبيعي طبعا لازم تقول لي الانبوت ايه عشان ده الاوتبوت اللي انت هتحسبه واستخدمت ايه؟ اتش الحاجه اللي بتعبر عن السيستم ما هو طبيعي يعني الانبوت على الاقل سيستم فتلاقي نفسك محتاج حاجتين الاتش وده حاجه بتعبر عن السيستم والاكس ده الانبوت اللي انت عايز تحسب الاوتبوت بتاعه وبالتالي ال تي اي سيستمز
انا مش ببقى محتاج المعادله بتاعتها في حاجه، او مش فكره مش محتاج، ممكن تاخد المعادله بتاعتها يا سيستم عادي، بس اقصد يعني انت مكتفي بانك تعرف عنها ايه؟ امبلس ريسبونس بس، الاتش بس، باستخدام الاتش تقدر تحسب اي اوتبوت باستخدام المعادله دي. قول لي بس الانبوت كام وانا معايا الاتش هحسب لك الاوتبوت على طول بكام. تمام؟ وبالتالي ال تي اي سيستمز ممكن نعرفها برسم او باتش حاجه غير المعادله اللي كانت تربط اوتبوت بانبوت اللي خدناها المره اللي فاتت اللي هي واي بتساوي مش عارف ساين اكس ولا اكس سكوير. تمام؟ فده اللي احنا كنا بنتكلم عنه ايه في الكونفليكت. العمليه دي بقى اللي هي واي، ان انا اخد الاكس والاتش واطبق عليهم العمليه دي وطبع منها واي، العمليه دي بنسميها كونفليوشن. خد بالك ان الكونفليوشن مش مجرد ضرب وتكامل. يعني ايه؟ انا مش باخد اكس اضرب في اتش واكامل، لا ده في جوه عمليه انفرجن بتحصل والفاريبلز بتتغير وشيفتنج بيحصل، ففي خلاط كده شيفتنج على انفرجن على ضرب على تكامل، في حاجات كتيره جدا بتحصل في الاكس والاتش يطلع لك واي. فعشان ما نقدرش نرجع دماغنا بقى كل مره عايز اقول لك الانبوت دخل فتقول لي تكامل الاتش لما تعمل لها انفرجن الاكس، فالدينامو نوتيشن عمليه الكونفليوشن هي اكس العلامه اللي هي ضرب جوه الدايره كده، بقول لك الاكس كونفليوشن مع الاتش او اكس كونفولد مع اتش. تمام؟ فوانس ان انا عملت اكس كونفولد مع اتش اللي هو باي ديفينيشن من الكوكبه بالديفينيشن اللي انا كنت لسه كاتبه دلوقتي اللي هو تاخد الاكس والاتش وباستخدامهم تطلع الاوتبوت واحد. تمام؟ العمليه دي عرفنا عمليه رياضيه جديده ما بين اثنين سيجنالز، بدل ما اجمعهم بدل ما اطرحهم بدل ما اضربهم هعمل لهم كونفليوشن، دي عمليه جديده احنا اخترعناها. تمام؟ فالعمليه دي عايزين نشوف شويه بروبرتيز دي. دايما كنا لما ناخد اي اوبريتور او عمليه رياضيه جديده لو فاكر في رابعه ابتدائي كان يقول لك الجمع هي عمليه تبادليه، وعمليه يعني 5 زائد 2 هي 2 زائد 5 او مش عارف، وهي عمليه مش عارف ممكن الضرب يتوزع جمع، حاجات كده كنا بناخد كل ما نتعلم عمليه رياضيه جديده. نفس الحكايه ناخدها على كونفوليوشن. ففي شويه بروبس، اول حاجه ان هي عمليه تبادليه، يعني ايه؟ اكس كونفولد مع اتش هي بالظبط اتش كونفولد مع اكس، يعني كان ممكن في المعادله دي اجي اقول ان هي بتساوي اتش اوف تاو، ان انا عامل اكس مع اتش عكسه بالظبط، في اكس اوف تي ناقص تاو دي تاو هيطلع لك نفس الاوتبوت بالظبط. وبالتالي ده هيبدا الموضوع هيبدا يسحب مننا رياضه شويه. يعني ايه؟ يعني انا في السيستمز انا عارف ان الاكس ده الانبوت والاتش هو الانبوت ريسبونس، بس بما اننا اتعلمنا ان مفيش فرق فتلاقي نفسك ايه بنعمل كونفليوشن للانبوت ريسبونس بعدين بعد شويه، في احنا خلاص الموضوع بقى رياضه وتكامليه. ماشي؟ المهم نحسب الاوتبوت وخلاص. تمام؟ ودي برضه نقطه مهمه، لان احنا هتلاقينا في السكشن عمال بقول لك ايه معادله اكس ومعادله اتش، سميهم بقى ايه واي وزد اي حاجه، المهم معادلتين اعمل لهم كونفوليوشن ونتعلم كونفوليوشن وبتاع، المهم فالناس كلها تبقى ايه شاطره جدا، اديني معادلتين واعمل لك كونفوليوشن. يجي في المساله يوصفها يقول لك وي هاف سيستم والسيستم ده هنتعامل معاه، يوصف لك حاجه كده انت نسيت السيستم خالص، فاهم؟ انت عمال ايه من كتر ما اتعاملت مع معادلتين كونفوليوشن وخلاص نسيت ان احنا ورا الموضوع ده بادئ بسيستم، فما تخليش الرياضه تسحبك شويه. تمام؟ طيب فهي عمليات رياضيه. النقطة الثانية ان الكونفليوشن بيتوزع على الجمع، يعني ايه؟ يعني انا عندي الاتش اف تي اللي هو الانبوتس ريسبونس او السيجنال ايا كان بقى اللي داخله كطرف الكونفليوشن، يعني السيجنال دي دلتا فكها لانها مجموعة اثنين سيجنالز، فبقول لك بدل ما تجمعهم وتعمل كونفليوشن للاكس معاهم ممكن تعمل كونفليوشن للاكس مع كل واحدة فيهم لوحدها وبعدين تجمع في الاخر، فاستفاد بايه؟ ممكن يكون ابسط لك، يعني ممكن لو عملت كونفليوشن للاكس مع الاتش دي يبقى عملية الكونفليوشن معقدة مثلا، بس انها عملية كبيرة وكده. لكن لو عملت كونفليشن الاكس مع اتش 1 حاجه عارفها او حاجه محفوظه او حاجه انا فاهمها من قبل كده، وكونفليشن الاكس مع الاتش 2 برضه حاجه عارف اعملها بسرعه، يبقى احسن لك اعمل الاثنين كونفليشنز دول واجمع في الاخر. ماشي؟ لو ده ابسط لك ممكن يكون ابسط لك، لا اعمل كونفليشن مره واحده، يعني هي خاصيه عايز تستخدمها ماشي مش عايز مش مشكله. الخاصيه الثالثه بيقول لك ان العمليه الكونفليوشن زي الجمع، يعني فاكر لما الجمع يقول لك 5 زائد 2 زائد 3 ممكن تاخد 2 وال 3 يبقى 5 زائد 5 ب 10، او تاخد ال 5 وال 2 تبقى 7 زائد 3 10، اللي هو لما يبقى عندك 3 او 3 سيجنالز داخلين في العمليه تبدا باي 2 منهم مش مشكله. دي برضه عندنا متخططه في الكونفليوشن، بيقول لك لو انا عندي اكس واتش 1 واتش 2 هاخد اكس مع اتش 1 واللي يطلع منه كونفليوشن مع اتش 2 هي هي لو بدات بالاتش. طب ده في السيستمز عندنا يقال ايه؟ يعني بيقول لك لو انت عندك اثنين سيستمز ورا بعض الاوتبوت بتاع الاولاني بيخش على الانبوت بتاع الثاني، فانت لو هتمشي بالترتيب الزمني يعني او اللي بيحصل بالظبط هتعمل ايه؟ هتاخد اكس مع اتش 1 تطلع الاوتبوت اللي هنا صح؟ فده هيبقى اكس كونفولد مع اتش 1. تمام؟ وبعد كده تاخد ده تدخله على السيستم الثاني، فهتقول الاوتبوت النهائي هو ايه؟ هو الجزء ده اللي انت طلعته من هنا تعمل له كونفليشن مع اتش 2 ثاني. تمام؟
فالعمليه دي بتقول لك ان انا كان ممكن اعمل حاجه ثانيه، ان انا قبل ما ادخل اكس من الاول هاخد الاتش 1 والاتش 2 اضمهم كانهم سيستم واحد، يعني اخدهم هما الاثنين مع بعض كانه سيستم واحد، الامبلس ريسبونس بتاعهم اتش 1 كومبوزيت مع اتش 2، وساعتها لو دخلت الاكس عليهم هيطلع نفس الاوتبوت تمام. الخاصيه اللي هي بتقول لي كده تمام، وبالتالي دي بتساعدني ان انا لما يبقى عندي كذا سيستم ان كاسكيد، كاسكيد دي اللي هي من قوسين ورا بعض اتش ماتر في السيركت ولا حاجه، فالسيستم ان كاسكيد ممكن اشيلهم واحط سيستم واحد، الاوفرول الامبلس ريسبونس بتاعه هو الكونفليشن بتاعهم كلهم تمام. طيب ده ممكن يكون مفيد ايه؟ تخيل لو ده سيستم وده الانفرس بتاعه، فكان خاصيه الكريتابيلتي ان انا هعكس، فاللي هيطلع في الاخر اللي هو الاكس تاني صح؟ فانا لو مشيت بالترتيب الطبيعي هعمل كونفليشن، ده ممكن يكون كونفليشن معقد اكس مع اتش 1 ده كونفليشن رخم جدا تمام؟ وهيطلع كده سيجنال كبيره تعمل لها كونفليشن مع اتش 2 وتعمل كونفليشن تاني معقد ماشي؟ فهتطلع وفي الاخر عشان تطلع اكس، لكن لو في الحاله الثانيه هتعمل ايه؟ تعمل كونفليشن لاتش 1 مع اتش 2 حتى لو معقد، بس هو ده واحد بس. هتيجي بعد كده لما تيجي تدخل اكس عليها هنشوف كمان شويه، اكس تدخل على حاجه تطلع زي ما هي، الكونفليوشن سهل جدا جدا، حاجه تدخل على اتش تطلع زي ما هي، هنشوف بعد شويه الاتش دي هي ايه تمام؟ فده ممكن يكون عملت كونفليوشن واحد بس بدل ما اعمل اثنين صعبين عملت واحد، فممكن تفيد في بعض الاحيان وفي بعض الاحيان ما تفرقش عادي ماشي؟ طيب الخاصيه اللي بعدها حاجه اسمها الديلي اكيوميليشن، يعني ايه الديلي اكيوميليشن؟ يعني بيقول لك ايه؟ احنا عارفين لو الاكس دخلناها على سيستم اتش اوف تي فطلع واي اوف تي، من فهمنا للام تي اي سيستمز لو دخلت على نفس السيستم ده اكس اوف تي ناقص تي نود المفروض يطلع ايه؟ واي اوف تي ناقص تي نود، دي خاصيه اللي هو التايم انفيرينس بيور يعني ما فيهاش مشكله صح؟ وبالتالي ده بقى لنا في الخاصيه دي بيقول لك اي ديلي هتعمله في الاكس هيبان زي ما هو في الواي. طيب لو افرض يعني اعمل اي ديلي في الاكس هيبان في الواي، طب لو الاتش نفسها حصل لها ديلي يعني مثلا جبت انبوت ودخلته على سيستم وطلع اوت، بعدين شفت السيستم ده وجبت سيستم تاني مكانه ليه نفس الانبوت ريسبونس بس متشفته شويه ودخلت له الانبوت ده، هل هو طلع من الكونفيشن من اول جديد؟ لا، بيقول لك ايه؟ الاوتبوت هيبقى نفس الاوتبوت القديم بس متشفت نفس الشيفت. يعني ايه؟ يعني مش لازم الشيفت او الديلي يحصل في ايه؟ ممكن يحصل في الاتش عادي، برضه الاوتبوت هيحس بيها لانه من الخاصيه دي الاكس والاتش هو حاجه واحده، فكرت فيها يعني هو الاوتبوت كعمليه رياضيه مش فارقه مين اللي هيحصل له ديلي. وبالتالي لو حصل ديلي هنا وهنا يعني لو الاكس حصل لها ديلي والاتش حصل لها ديلي تاني هتلاقي نفس الاوتبوت خرج بس حصل له ايه؟ مجموعه الاثنين ديليز، يعني لو الاكس اتشفتت بواحد والاتش اتشفتت ب 10 هتلاقي نفس الاوتبوت خرج بس اتشفت ب 11 ماشي؟ دي خاصيه اسمها ديلي اكيوميليشن، ان الديلي بايه؟ بيأكيوميليت على بعض. الخاصيه اللي بعدها حاجه اسمها ديريفيتيف اكيوميليشن، بيقول لك انه لو انت دخلت سيستم دخلت له اكس طلع واي، لو السيستم ده ال تي اي دخلت له اكس داش اللي هو الديريفيتيف او الفيرست ديريفيتيف بتاع اكس راح يطلع لك الواي ماشي؟ نفس الحكايه، سيستم دخلته او اكس دخلتها على سيستم الامبلس ريسبونس بتاع اتش راح يطلع واي، لو نفس الاكس دي دخلته على سيستم ثاني الامبلس ريسبونس بتاعه او الاتش الثانيه هي الدريفت بتاع الاتش الاولانيه هيطلع ايه؟ واي برضه الفيرست او واي داش الفيرست دريفت بتاع واي، يعني واي بتحس بدريفتيف سواء في الاكس او في الاتش تمام؟ طب لو عملت دريفت الاثنين يعني عملت دريفت الاكس مره ودريفت الاتش مرتين تلاقي طيب واحد سواء ثلاثة دريفت ماشي؟ أي دريفت بيحصل سواء في الإكس أو في الإتش هو يحس بيه، وبالتالي لو كمجموعة دريفت كلها بتحصل في الوقت تمام؟ دي خاصية من خواص برضه الإيه؟ الكونفليوشن بتفيد برضه في أحيان كتير زي مثلا إن يبقى عندك إكس عاملة كده ريكتانجل، والريكتانجل ده دخل على سيستم هتعمل كونفليوشن ممكن الكونفليوشن رخم، لو نفس الريكتانجل ده عملت له دريفت هيطلع عامل إزاي؟ عملنا دلتا ريكتانجل الاسبوع اللي فات. دلتا ودلتا، احنا قلنا بقى ريكتانجل هنا كونستنت فيطلع زيرو، وهنا كونستنت يطلع زيرو، وهنا كونستنت يطلع زيرو، بس عند النقطة دي فاكرين سوليد تشينج لما قلنا ده خط رأسي فالتاني الزاوية والكلام ده كله ماشي؟ فبالتالي هنا هيطلع لي لأن ده كان سوليد تشينج لفوق فيطلع لي دلتا، وهنا سوليد تشينج لتحت فيطلع لي دلتا. المهم يعني ده الدريفت بتاع ده. فلو خدت دي دخلتها في سيستم كان شغال يتكلم ان الدلتا اسهل حاجه في التعامل مع الكونفليشن، يا ريت كل الكونفليشنز بتاعتنا عليها هتلاقي التعامل معاها سهل جدا ماشي؟ فده ممكن ادخلها على سيستم واطلع الاوتبوت بسهوله قوي واعرف احصل الاوتبوت بسهوله، فاحسن لك يبقى بدل ما تدخل ده على سيستم كلاسيك كونفليشن صعب دخل الدريفيتيف، بس ساعتها هل ده الاوتبوت اللي انت عايزه؟ لا، يعني اللي هيطلع ده هو ايه؟ هو الواي داش، هو الدريفيتيف بتاع الاوتبوت ترجع تعمله في الكاميرا عشان تجيب الواي نفسه،
هتقول لي يعني انا هربت من الكونفليوشن عشان اعمل دريفت كونفليوشن انتجريشن. والله لو دريفت لو انت كويس في الديفرنشيشن والانتجريشن ماشي، بس الكونفليوشن صعب، بس هتبقى على نفسك مش عايز تعملها كمان ماشي. فاهمين قصدي؟ دي خواص عايزين نستخدمها ماشي، مش عايزين نستخدمها برضه. يعني الامبلنت ريسبونس ده المفروض اللي اعرفه عنه اللي هو ان كل دلتا يديني اتش بس. بالظبط ده باي ديفينيشن الاتش هو الاوت، ده باي ديفينيشن كده هو الاوت لما الانبوت يكون دلتا. دي بنستفيد منها في ايه؟ لو احنا عندنا سيستم والسيستم ده عايزين نعمل له تيست مثلا، او عايزين نعرف لو دخل له انبوتس مختلفه يطلع ايه. لو احنا هنمشي طبيعي دخل انبوت ده وشوف الاوت، نفضل بقى كل انبوت ندخله ونشوف الاوت بايدينا. لكن كده السيستم لازم يفضل على طول معانا كهاردوير على طول معانا، دخلوا انبوت وتست، دخلوا انبوت وتست. لكن بالخاصيه او بالكونفليوشن لو هو ال تي اي سيستم انا هتسته كام مره؟ مره واحده بس، ادخله دلتا واشوف الاوتبوت هيطلع اسمه اتش، ارسمه بس وارمي السيستم على جنب واعمل بقى الحالات اناليسيس بيه. والله عايز اعرف الاوتبوت لو دخلت له يو هعرف اعمله، الاوتبوت لو دخلت له اي سيجن هعرف احسبه من غير ما اجيب السيستم فعلا وادخله الانبوت ده فعلا عشان اشوف الاوتبوت هيبقى عامل ازاي. ماشي؟ فهو ده حاجه كافيه ان انا اعرف اي اوتبوت من السيستم. طيب ده كده كان بالنسبه لخواص الكمبيوتر. بعد كده في بس شويه ملاحظات قبل ما نبدا نحل الملاحظات على التعاملات مع الدلتا، لان لحد دلوقتي الناس بتتطبق مع الدلتا دي. دلوقتي تعاملاتنا مع الدلتا بتتلخص في ثلاث حاجات. اول حاجه ضرب، ثاني حاجه ضرب متكامل، وثالث حاجه الكمبيوتر. عايزين نعرف بنعمل ايه كل واحده على كل واحده تاثيرها. اول حاجه لو انا هضرب في دلتا عندي سيجنال اكس ضربتها في دلتا، دلتا دي ان جنرال متشفتها محطوطه على تي نود، ايا كان تي نود دي فين. فلو عندي سيجنال عامله كده والدلتا دي مكانها هنا عند التي نود، بقول لك اضرب الاثنين دول في بعض، ايه اللي هيحصل؟ كل النقط دي هتضرب في الاصفار دي كلها فتصفر، وكل النقط دي هتضرب في الاصفار دي كلها فتصفر، مش هتبقى غير النقطه دي هتضرب في الدلتا، فيحصل ايه؟ تطلع دلتا زي ما هي، بس ارتفاع بتاعها بدل ما هيبقى 1 هيبقى بالقيمه دي. طب القيمه دي هنسميها ايه؟ اكس اوف تي نود، قيمه الفانكشن عند الغلطه اسمها تي نود صح؟ وبالتالي اللي هيطلع هنا هي دلتا بس الارتفاع بتاعها اكس اوف تي نود، او يعني الاريا اللي بنكتبه على الدلتا ده فجاه قبل كده ان هو بيعبر عن اريا. ماشي؟ فهيطلع من الاريا بتاعتها او الارتفاع بتاعها اكس اوف تي نود، وبالتالي هنلاقي ان نتيجه الضرب ده هو بيطلع الدلتا زي ما هي، يعني هي بيطلع برضه خد بالك اللي طلع ده رسمه، يعني دي سيجنال هنسيبها مع التايم هنا. سيجنال كامله شكلها دلتا، ارتفاع الدلتا دي اكس اوف تي نود، ده قيمه الفانكشن على مكان الدلتا. وبالتالي الضرب في دلتا بيطلع لي فانكشن. تمام؟ ايوه انا بس عمال بقول ارتفاع عشان احنا خلاص اتعودنا، انا عارف ان ده بيعبر عن الاريا. الرقم اللي احنا بنكتبه على الدلتا بيعبر عن الاريا. الاريا بتاعتها عند قيمه النقطه دي بقيمه الفانكشن. بالظبط. ارتفاع بالفانكشن. بعد كده حتى لما اقول ارتفاع خلاص اتعودنا بقى ايه؟ خلاص كل الكلام اللي بكتبه هنا ده يعني يوحي الارتفاع بس هو بيعبر عن الاريا. طيب فكده خلاص مقتنعين دي الضرب في دلتا بيطلع لي فانكشن كامله، حاجه ممكن تترسم مع التايم اهي، فكرتها الدلتا او الاريا بتاعتها اكس اوف تي نود. تمام؟ طيب نيجي بقى للنقطه الثانيه، هضرب في دلتا وكامل. طب ضرب دلتا عملناه، يعني من الاخر بقول لك كامل ده. لو حد هيكمل ده من ناقص الفلتر الفلتر هيطلع ايه؟ هو هو. لا مش هو هو. فانكشن يعني. هيطلع وانا هضرب. هيطلع اكس في نود التكامل ناقص البيت اللي فات هو ايه؟ الاريا اندر ذا كيرف، يعني بقول لك ايه الاريا اندر ذا كيرف؟ هي اكس في نود، وبالتالي هيطلع ناتج التكامل اكس في نود. طب ما انت دلوقتي كنت بتقول لي هي هي وقلت لك لا مش هي هي. ايه الفرق ما بين ده وده؟ رسمة الفانكشن. بالظبط دي فانكشن، دي رسم، دي فانكشن مع التايم، لكن في الاخر لما كملتها فاليو رقم 4 الاريا هتطلع 4 2 ماينس 5 صح؟ وبالتالي دي حاجه، دي حاجه ثانيه. اللي فوق دي فانكشن كامله شكلها دلتا ليها ارتفاع معين او ليها معين، لكن لما كاملها ده دي فاليو بطل مش فانكشن، يعني دي ما لو جيت قلت لك ارسمها هتقول لي ارسم لك ايه؟ ده رقم. مش دي سي حاجه. دي سي حاجه ورقم حاجه ثانيه. دي سي دي فاليو او فانكشن قيمتها ثابته، لكن انا بقول لك ده رقم بيعبر عن الحاجه اللي تحت الكيرف. تمام؟ طيب الحاجه الثالثه وهي الكونفليوشن مع دلتا. ودي ارجوكم ما حدش يلخبط بينها وبين دي، ليه؟ لان الناس متعوده ان الكونفليوشن حاجتين مضروبين في بعض متكامل. طب ما هيقول لي طب ما دي هي هي دي ومضروبين في بعض متكامل، لا انا قلت لك من شويه الكونفليوشن ده ايه؟ ده خلاط. في شيفت وانفرجن وضرب وتكامل، في عمليات كتيره قوي لما نعمل مع بعض صنعنا كونفليوشن. دي مجرد ضرب وتكامل، فدي مش كونفليوشن. ده هيطلع لي قيمه زي ما احنا لسه متفقين. دول هيطلعوا لي سيجنال كامله. لا الكلام مش سيجنال كامله وخلاص،
لسيجنال كامله وهي بتساوي الاكس نفسها. يعني ايه؟ يعني انا عندي الاكس دي حاجه عامله كده. سيجنال عامله كده، وقلت لك كنا نعملها لي كونفليوشن مع الدلتا دي. دي دلتا وفي عند الزيرو. القانون هنا بيقول لنا ايه؟ مفيش دي نوت، دي نوت زيرو، انا مش عامل اي دلتا. الكونفليوشن للاكس مع الدلتا هي عند الزيرو كانت عند الخمسه. حد هيبص لهم هما الاثنين كده، احنا مش هنقدر نعمل كونفليوشن. لو ضرب هيطلع صفر. صح؟ دي تحتها اصفار والدلتا فوقها صفر. لو ضرب هيطلع صفر، لكن انا بقول هعمل كونفليوشن، فالكونفليوشن معناه ايه؟ ان نفس السيجنال تطلع بس متشفتة عند الخمسة، يعني بدل ما هي حوالين الزيرو تبقى حوالين الخمسة. خمسة كونفليوشن ده ايه؟ يعني كونفليوشن بعمل ايه بالظبط؟ كونفليوشن يعني اخليك انت تقولها؟ خليك انت تقولها. لو انت عندك سيستم الانبوت ريسبونس بتاعه اتش اوف تي صح؟ فلو دخلت له انبوت دلتا، يعني لو دخلت دلتا على السيستم ده فالاوتبوت هو الكونفليوشن اللي ما بينهم صح؟ فالاوتبوت المفروض هيساوي ايه باي ديفينيشن؟ اي دلتا لما تخش على السيستم يخرج ايه؟ لا الاتش صح؟ فالاوتبوت هيبقى اتش اوف تي، يعني الاوتبوت هنا هو اتش اوف تي. بص انت كتبت المعادله بنفسك. الكونفليوشن اللي هو ده اللي كنت بشرحه شويه، ان الدلتا دي دخلت على السيستم، فاي دلتا تخش على اي سيستم باي ديفينيشن الاوت هو الانبوت ريسبونس، هو السيجنال الثاني ده الاوت. يعني لما اعمل يعني من الاخر لما بعمل كونفليوشن للدلتا دول، يعني كاني بقول لك ايه؟ لو الدلتا دي دخلت على سيستم الانبوت ريسبونس بتاعه اكس الاوت بتبقى ايه؟ ده مش ضرب، انا بحسب اوتبوت للسيستم، ده مش ضرب. كانت ال اتش اوف تي دي الدكتوره بتقول انها بتعرف السيستم نفسه بالظبط. طب ايه الفرق بين اتش اوف تي دي والانبوت ريسبونس؟ لا ما هي دي هي يعني دي يعني دي هي هي اه هي هي. انا بقول لك سيستم كده بلوك اسود كده ومكتوب في المواصفات بتاعته ان الاتش اوف تي بتاعته كذا مكتوب عليه كده، فانا متوقع. نيجي بقى نشوف عمليه كونفليوشن يعني ايه؟ يعني العمليه بتاعت الكونفليوشن عمليه طويله شويه، فاحنا هنحل مثال وبعدين هنشوف لكم الامثله الباقيه. حلو. المثال الاول بيقول لك ايه؟ ان احنا عندنا اثنين سيجنالز دي الاكس والاتش عامله كده. بقول لك اعمل لهم كونفليوشن، وزي ما قلت لكم احنا هتلاقي مسائلنا كلها بقول لك ايه؟ مديك معادلتين بقول لك اعمل لهم كونفليوشن. ما بجيبش يعني الموضوع بيبقى رياضه، فاهمين قصدي؟ ما بجيبش سيره، اصل ده انبوت دخل على سيستم الانبوت ريسبونس بتاعه كان كذا، فاحنا بنتعلم نعمل كونفليوشن سيكشن، بس ده ما يخليكش تنسى السيستمز عامله ازاي؟ ان هتلاقي مثلا في المساله تلاقي ناس حلوين قوي، يعني قول لي المعادلتين هتلاقيني ايه فوريرا، بس يجيب لك مساله بقى بيوصف لك حاجه فين المعادلات مش عارف، مع انه ممكن يكون بيوصفها لك، فاهمين قصدي؟ فما تنساش الكونسبت اللي ورا الموضوع. بس الدكتور يعني في المحاضره كان بيسالني المعادلتين بس. اه يعني مش لازم الاكزامبل يجي في الامتحان. المحاضرة غير الامتحان. نعم؟ المحاضرة غير الامتحان. يعني طول عمر المحاضرة في الكلية دي غير الامتحان. ف ده مثلا اثنين سيجنال، ايا كان بقى مين فيهم بيعبر عن انبوتس ريسبونس وايا كان بيعبر عن سيجنال، المهم ان هما الاثنين دول عاملين كونفليشن. هنشوف الاوتبوت بيبقى عامل ازاي. مبدئيا السيجنال اللي هي اسمها اكس اوف تي دي، حد يعرف يسمها؟ دي عامله ازاي؟ ريكتانجل من 3 ل 5. ريكتانجل من 3 ل 5. حد ما يعرفش المعلومه دي؟ حد ما يعرفش ان يو ناقص يو طلع لك ريكتانجل؟ عامة التعامل مع الريكتانجلز او الاشكال دي عامة لازم تبقى فاهم طب حاجة زي كده. طب دي عند الزيرو ودي عند الاثنين ودي عند الخمسة. دي هتبقى عاملة ازاي دي؟ لو عايز اكتبها معادلة بجد. عامة انت بتيجي من ناقص انفينيتي زيرو، أول لما تلاقي طلعت فوق بواحد يبقى في يو. يبقى يو في تي. وبعدين عند الاثنين نزلت مرتين، يعني انت نزلت قيمة اثنين. فيبقى ماينس 2 لان اليو الواحده لما تترفع تنزل لك واحد، لكن انا عايز انزل 2 مره واحده، فيبقى ماينس 2 يعني هنا يبقى في يو اوف تي، ودي هتبقى ماينس 2 يو اوف تي ناقص 2، وبعدين انا عندي 5 طلعت بواحد، فكده في يو زادت عليا، فيبقى زائد يو اوف تي ناقص 5، ماشي؟ فالتعاملات عامه مع اليوهات وازاي اكون منها ريكتانجلز والاشكال دي؟ بقول انا هنا وانا جاي عند النيجاتيف انفينيتي جيت عند زيرو طلعت بواحد، فاكيد في يو ظاهر ان انا طلعتني بواحد. فدي هي اليو اوف تي هي اللي بتظهر عند سي. وبعدين فضلت ماشي كده وانا هنا اتطلع مني 2 مره واحده، يعني كنت 1 بقيت مره واحده ماينس 1. فانا نزلت 2 مره واحده، فاكيد ما طلعتش مني يو، لان طلع مني يو هنزل واحد. هيطلع مني 2 يو. واليو دي لازم تبدا عند 2.
وبعدين انا عندي الخمسه في يو زياده لو طلعت واحد تاني فدي جمعت على زيرو اهو ففي يبقى زائد يو في ناقص 5 ماشي طيب وبالتالي الشكل اللي هو يو في ناقص 3 ناقص يو في ناقص يو في ناقص 5 هيبقى شكل عامل كده طيب ده الاكس والاتش قسمتها عامله ازاي؟ من البوستر اكسبونشال بيموت ولا بيزيد؟ بيموت بادئ من عند زيرو بادئ من عند زيرو ليه؟ مش مضروب في اليوم فبالتالي هيبقى شكله عامل كده طيب نبص بقى لايه؟ للمعادله بتاعتها خد بالك بس من حاجه ان في الاخر لو فكرت فيها رياضيا لو واحد بتاع رياضه ملوش في الكلام ده كله انا مديله بقول له كامل الاكس يعني اكس في اتش ودي معادله اكس ودي معادله اتش فاللي هيمشي اسمه كامل ايه؟ طب من هنا وعوض الرسومات بقى والكلام ده كله مش بتاعته صح؟ وده صح انت في الاخر هي معادله رياضيه بس المشكله بتاعتنا ان الموضوع بيفضل ايه؟ بيبدا يكبر إيه مننا ليه؟ لان تخيل مثلا انا جبت لك اكس في حاجه عامله كده دي لو عايز تكتبها كمعادله هتتكتب والمفروض عليها نفس الجنس قبل كده كنت تكتبها ازاي؟ تقول له اكس اوف تي بيساوي في الرينج الفلاني كذا في الرينج الفلاني كذا في الرينج الفلاني كذا في السيجنالز كلها بنكتبها في سطر واحد ازاي بقى؟ كل رينج مضروب في اليونتين اللي بيحددوه اللي هو يو البدايه ناقص يو النهايه يعني انا لو مثلا ده تي مضروبه في يو دي ناقص يو دي زائد كذا مضروب في يو زائد يو فانت هتكتبها في معادله بس ممكن عندك كام يو بقى؟ بكام مش عارف ايه؟ والاتش شبهها بكام يو؟ خد الاثنين دول حطهم هنا وكامل بقى ماشي؟ وبالتالي الموضوع هيتعمل بس هيبقى طويل جدا مع بعض وبالتالي الطريقه اللي احنا بنعملها دلوقتي هي حاجه بتمكننا انه كاننا بنقسمها فترات هتشوف دلوقتي الفترات دي هتبان منين تمام؟ طيب كده جهزت الاكس والاتش برسمهم في البدايه عشان عارف انا بتعامل مع سيجنالز عامله ازاي. هنيجي نبص للمعادله هنا بيقول لي انا عايز الاكس والاتش اضربهم في بعض وكامل. بس انا مش عايز اكس اثنين عايز اكس اوف تاو فانا لو عايز اكس اوف تي اجيب اكس اوف تاو ازاي؟ عشان كل تي واحد هي هي صح انا غيرت بس الفاريبل بتاع اللي هو الاندبندنت فاريبل بدل ما كانش موجود سميت تاو فكل اللي هتعمله هي نفس الرسمه بدل بس غلط ده دي هتخلي تاو ده كده انا اكس اوف تاو انا مش عارف في حاجه تمام؟ طيب لما اجي اقول بقى اكس اوف تي ناقص تاو انا عندي اثنين تايم تي تاو بالظبط خلينا انا اوصل لحد يعني خطوه كده رابعه واقول لك الفرق ماشي فالمهم ان انا التايمز اللي انا بتعامل فيها مع السيجنالز بتاعت اللي في الاصل اكتشفت ان هي تاو زي ما لسه قايل دلوقتي دي التايمز اللي هي ايه؟ بتتعامل مع الاكس والاتش بعد شويه الواي الواي ما تعرفش حاجه اسمها تاو الواي بتتعامل مع تي هنشوف الفرق الفكره في ايه بقى؟ لو ده مثلا اسمه تاو وانا بقول لك عايز اتش تي ناقص تاو بس خد بالك ان الايه؟ الفاريبل بتاعي دلوقتي هو تاو الاندبندنت فاريبل فاتش تي ناقص تاو دي فيها كام عمليه؟ عمليتين لان الفاريبل بما انه تاو فالماينس بتاعته دي انفرجن صح؟ فبالتالي انا عندي انفرجن وعندي شيفت احنا كنا متعودين لما عندي انفرجن وشيفت نبدا بالشيفت خلينا دلوقتي نبدا بالانفرجن هنشوف ايه الفرق هنشوف هتفرق في ايه تمام؟ فلو بدات بالانفرجن دي اتش اوف تاو لو بدات بالانفرجن فاتش اوف ماينس تاو عامله ازاي؟ نفس الشكل بس الناحيه الثانيه صح؟ هنعمله بس الانفرجن يطلع شكل عامل كده تمام فدي هتبقى اتش اوف ناقص تاو وبعدين ده لسه مش اللي انا عايزه انا جهزت الاكس اوف تاو اه بس اللي انا عايزه اجهزه هو ايه؟ اتش اوف تي ناقص تاو وبالتالي انا ده عايز اعمل له شيفتنج فالشيفتنج بتاعنا ازاي؟ اسهل حاجه عشان تراك نفسك وده عشان كده احنا كل مساله كونفيشن تي ناقص تاو اصلا مش هتلاقي مساله كونفيشن ما فيهاش غير دول يعني هو دايما الفيرجن شيفت ده هتاخد الاوريجن اللي هو اللي كان عندي الزيرو توديه عند تي بس كده انت عملت الشيفتنج ولو كنت بدات بالشيفتنج كان هيمشي صح ماشي فانا هاخد اللي عند الاورج جايز اللي عند الزيرو دي واوديها عند تي تمام فلما اوديها عند تي انا لسه راسم على تاو عادي التي بكام؟ اتغير ما اصل هي لو التي كانت بوزيتيف فاللي عند الزيرو ده هيروح عند الخمسه لو التي كانت ناقص سبعه كان اللي عند الزيرو هيروح عند ناقص سبعه فالشكل ده انا مش عارف التي بكام طب هي في معادله هنا التي اصلا بتعبر عن بص كده المعادله ده التايم اللي انت عايز تحسب الاوتبوت عنده صح؟ انت عايز تحسب الاوتبوت عند الخمسه خد دي شفتها عند الخمسه واضربه كام؟ عايز تحسب الاوتبوت عند ال 20 خد دي وديها عند ال 20 واضربه كام؟ طب انا عايز احسب الاوتبوت فين؟ فين كلهم يعني مطلوب مننا ان شاء الله ان احنا نعمل كل الشفتات الممكنه من ناقص انفينيتي لانفينيتي تمام؟ وعند كل لحظه في التايم او عند كل شفت معين احسب الاوتبوت عند اللحظه دي تمام؟ طيب فهنبدا باول شفت اللي هو كام؟ ماينس انفينيتي ربنا يسهلنا هنوصل ان شاء الله فنبدا بقى بشكل عند ماينس انفينيتي بعيده جدا صح؟ طيب
فانت لو مشيت نقطه نقطه اشتغلت ملهاش معنى صح؟ فاحنا بالطريقه دي بنقسمها حاجه اسمها رنجات. يعني ايه؟ انا لقيت والله احنا بنقول ان احنا بعد ما شفت هنضرب صح؟ لسه احنا دلوقتي بعد ما شفت هنضرب. فانت لو خدت الزيرو دي شفتها اي شيء شمال، يعني لو تي كان اي رقم نيجاتيف ناقص 1 ناقص 5 ناقص 10 ناقص 2000 الشكل هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده صح؟ انا مفترض دلوقتي ان تي ايه؟ ان تي نيجاتيف، فتيجي جنبها كده عشان ما تنساش. انا هنا بعمل ان تي اقل من الصفر بكبار يعني. تمام؟ اي شيفت هعمله لو لاحظت كده دلوقتي ببص على الاكس وتاو ولقيت شيفت تي ناقص تاو. لو ضربتهم في بعض ضرب هيبقى بكام؟ زيرو صح؟ ليه؟ لانه كل القيم دي هتلاقي فيها اصفار تضرب فيه، وكل القيم اللي في الاكس دي هتلاقي تحتها اصفار تضرب فيه. فاي تي اقل من زيرو اي شيفت هعمله كده مش هيبقى فيه اوفرلاب، وبالتالي الاوتبوت هيبقى بصفر، لان الاوتبوت هو بعد ما بضرب كامل، فلما اضربه من صفر كامل بصفر مفيش اوت. تمام؟ هتقول لي طب هي دي فرقت لو تجيب واحد؟ لا لحد ايه السؤال؟ ايه الخط اللي هو لازم ايه الخط ايه؟ مش المفروض اكسبونشال يعني ارك كده بس ايه الخط ده؟ ما عشان ضربت فيو؟ ما هو بعد ضرب فيو اللي هو يعني انا حاجه كانت بزيرو مره واحده بقت 1 فلازم اللي هو الاستاتيك شيفت. وبالتالي هي كان لازم التي تبقى نيجاتيف عشان يحصل الموضوع ده، مش لو تيب 1 هي هي تيب 2 هي هي الوضع ده هيفضل مكمل لحد امتى؟ لحد تيب 3. وبالتالي انت ممكن تقول له طول ما تي اقل من 3 ليه اقل من 0؟ طول ما تي اقل من 3 مفيش اي اوفرلاب، والحاجه دي بيكتبوا عليها او يسموها يعني اللي هو اوفرلاب. مفيش اوفرلاب يعني ايه؟ يعني مفيش وقت الاثنين سيجنالز موجودين فيه، الاكس من 3 ل 5 والثانيه من ناقص انفينيتي للتايم بتاعك اللي هو ستيل اقل من 3 والثانيه هما مش بيجوا فوق بعض. تمام؟ فخلاص يبقى طول ما تي اقل من 3 ده مش هيحصل. فالتي عماله بتزيد خلاص بدل ما نقص انفينيتي شوف احنا خدنا نقط كتيره وخلصنا حته كبيره الحمد لله. تمام؟ فضلنا نشيل تي عماله بتزيد تزيد تزيد لحد ما توصل احنا قلنا لحد قبل الثلاثه خلاص احنا خدنا اعتبرنا الموضوع ده. اول لما تي تكسر الثلاثه بقى. اول لما تي تكسر الثلاثه فالشكل هيبقى عامل كده. تمام؟ فساعتها هقول التي خلاص كسرت الثلاثه عدت الثلاثه اهو. تمام؟ فبقى في اوفرلاب، هل الناتج ده دلوقتي بصفر؟ لا، ليه؟ قبل الثلاثه في سبار هتطير الحته دي. وبعد التي السبار اللي تحت هتطير اللي فوق، بس من في الرينج اللي هو ده. 3 من 3 لتي. في الرينج اللي هو ده هتلاقي الاثنين موجودين، ناتج الضرب ليه قيمة، مش بصفر. وبالتالي يبقى ساعتها في اوت. بس هنلاحظ حاجه بقى، لو التي انا قلت ان التي اكبر من 3، لو التي كانت ب 4 يبقى الاوفرلاب من كام لكام؟ 3 ب 4. لو التي كانت 3 ونص الاوفرلاب من 3 ل 3 ونص، لو التي ب 4 ونص يبقى الاوفرلاب من 3 ل 4 ونص. طب لو التي ب 5 3 ل 5، لو التي ب 6 3 ل 5 برضه صح؟ مش 3 ل 6. وبالتالي معامله التي قبل ال 5 حاجة غير معاملتها بعد الخمسة صح؟ لأن معاملة التي قبل الخمسة يعني لو الخمسة دي نزلتها تحت هنا طول ما التي قبل الخمسة فالأوفرلاب فاصل، ده بيسموه بارشال أوفرلاب يعني حتة من هنا على حتة من هنا. فالأوفرلاب فاصل من 3 لتي بس. لكن لو أنا كسرتها بعد شوية كسرت الخمسة وبقى الشكل عندي عامل كده ساعتها الأوفرلاب من كام لكام؟ 3 لخمسة. أي كام التي كام؟ 6 7 8 7 كلهم من 3 لخمسة. وبالتالي معاملة الاتحاد دي غير معاملة الاتحاد دي، فباخد ده رينج لوحده وده رينج لوحده، دي أصعب حاجة مسألة كونفيجن. هو الأوفرلاب ده هيبقى الانترسكشن بينهم يعني؟ بس يعني أنا مش عايز أقول كلمة انترسكشن عشان دي بتعمل لخبطة عند ناس، هنقولها كمان شوية. الانترسكشن ده لو تقصد إن تايم واحد الاثنين موجودين فيه. فأه هنا الاثنين موجودين في التايم ده. ماشي؟ بقول ليه هو الانترسكشن؟ في ناس يجي يقول لك إيه؟ يلاقي مثلا الإكس عاملة كده ويلاقي الإتش عاملة كده. مش قاطعين بقى؟ في انت عملنا الطايم فاهمين انا اقصد ايه؟ القطع ده مش الرسمه الخطين يجوا على بعض. القطع ده معناه ايه؟ ان في جزء في التايم الاثنين ليهم قيمه. بوست نيجاتيف مش مشكله. ماشي؟ عشان بس الناس اللي بتاخد كلمه انترسكشن دي ان هم رسمتين بيقطعوا بعض. ماشي؟ طيب. وبالتالي انا هنا دي اكبر من ثلاثه بس لازم اراعي ان اللي انا هعمله دلوقتي لازم فاليد او يعني ينفع يتعمل لو تي اقل من خمسه بس. لكن لو تي اقل من خمسه دي معامله ثانيه. فان الخمسه ده هيفصل لي رينج عن رينج ثاني. دي نقطة دي أصعب حاجة بتعمل كونديشن، ما بتعرف تقسم رنجات التايم، الرنجات دي بتاعتك. تمام؟ طيب وبالتالي
ساعتها بقى لو انا هشتغل على الحاله دي اقدر اجي اقول له ايه؟ اللي هي حاله البشر اوفرلاب اللي هي التيم 3 ل 5. 5 ل 4 ايه؟ هنشوف دلوقتي اللي هي نقطه 5 بالظبط. يعني نقطه 5 تبع مين؟ ماشي في الكونتينر سوبر فريش. يعني مش هنختلف هحطها هنا هحطها هنا هنشوف كمان شويه في النوتس اللي ورا في الاخر النقطه الثلاثه برضه نفس الكتره. يعني انا الناس ما سالتش ليه ما خدتش ثلاثه فوق وخدتها تحت. مش هنختلف ايه ماشي كمان شويه هقول شويه نوتس كده امتى الموضوع ده تبدا تفكر فيه بقى اللي هو تفرق يعني ماشي. طيب فالشكل ده كده وانا في حاسب بشر اوفرلاب اللي هي اقول له الاوتبوت بقى ساعتها بيساوي كام؟ قلنا الاوتبوت انك تضرب الاكس في الاتش تي ناقص تاو وتكمل. فالاكس في انا دلوقتي هضربهم في بعض ففي الرينج اللي انا باصص عليه في الرينج اللي هو ده الاكس بكام؟ واحد صح؟ في الرينج اللي انا باصص عليه دلوقتي فالاكس بواحد مضروبه في اتش تي ناقص تاو اللي هي معادله الخط ده. تقدر تقول لي معادله بكام؟ ايه هو ناقص تاو مش لازم لا مش لازم تيجي تبص في الخط مش كده ليه بقى؟ اولا ما ينفعش تكتب هو ماينس 3 دي لان ده اكسبونشال بيزيد مش ماينس. هتقول لي بدل ما تقعد توجع نفسك بقى وده ولا بيزيد ولا يقل وبتاع تروح تبص المعادله بتاعت الاتش. كنت عايز اشوف تي ناقص تاو جيب ارميها من المعادله دي شيل تي احط تي ناقص تاو بس كويس تظبط معايا فدي معادله الخط دي. وبالتالي اروح للاتش واحط ايه؟ اي تو ذا باور ماينس 3 تي ناقص تاو. ايه؟ طيب فده كده انا شلت كل تي من فوق وحطيت تي ناقص تاو احط نيو انا خلاص خدت بالظبط. اليو اصلا كان لازمتها ايه او تاثيرها ايه؟ انها خلت لي ان السيجنال دي موجوده هنا هي هنا تاثيرها انا صفرتها بس ما اني ببص على الحته دي فانا متاكد انها فاضي لان لو كان صفر كانت صفرتها ما كنتش هبص على الحته دي اصلا صح؟ وبالتالي وجود اليو في الاتشات هو ده بقى اللي فاكرين من شويه انا كنت بقول لك هتلاقي يوهات كتيره في المعدل. احنا هنا اللي احنا بنعمله ده ايه؟ ما بتظهرناش يو خالص انا ببص على الرنجات كرسمه يعني. وبالتالي هكمل من زيرو سوري من 3 ل تي ببص على الحته اللي هم بيوفرلابوا على بعض فيها تمام؟ فهكمل 3 ل تي واكمل العدد بتاعه وتروح تعمل التكامل بتاعك. ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل ليه ما حطيتش يو؟ لان انا باصص على اي حته؟ من 3 ل تي. هل وارد ان اليو بتاعت الاتش كانت تبقى في الحته دي صفر؟ اصل لو في الحته دي صفر كانت ايه؟ كنت هتلاقي رسمه هنا صح؟ فانا متاكد من اني باصص على الحته دي اكيد اليو واحد والا كان ما كانش هيبقى في رسمه هنا تمام؟ ايه؟ ما انا بقول في الحته دي الاكس بضرب الاكس في الاتش. الاكس بواحد في الرينج اللي انا واقف فيه الاكس بواحد. ماشي؟ طيب واكمل من زيرو من 3 ل تي واكمل الايه؟ التكامل ده. خد بالك بس من حاجه عشان في دي نقطه ناس كتير بيقعوا فيها كان كامل على تاو اي تو ذا باور ماينس 3 تي خلص تطلع بره. ماشي؟ عشان الناس متعوده على الكاميرات التايم. لا احنا بنكمل على تاو فاي حاجه فيها تي تطلع بره. فيطلع لك في الاخر فانكشن هي دي بس تعمل مظاهره فيها تمام؟ طيب نيجي للحاله اللي بعدها التي كسرت الخمسه وبالتالي الاوفرلاب دلوقتي خصم من كام لكام؟ من 3 ل 5 ده بيسموه الفول اوفرلاب. الفول اوفرلاب اللي هو يعني في سيجنال منهم موجوده بالكامل جوه الثانيه ماشي؟ فهيبقى التي لو كسرت 5 هيبقى الواي اوف تي ده ساعتها خلاص التي اكبر من هنا هيساوي 5 فالواي اوف تي ده بيساوي ايه؟ من 3 ل 5 ففي الرينج اللي هو بتاع الاوفرلاب اللي هو من 3 ل 5 ده الاكس بكام؟ 1 والاتش اتش تي ماينس تي هو حتى من المعدل ما تلخبطش نفسك عشان الرسمه دي ما تخليهاش تتحكم في اي حاجه في اعصابك يعني ممكن تلاقي رسومات يعني جاز في مساله في 100 ترم مره جاب له الاتش اي تو ذا باور جي 5 تي نسبوها بس ماله ازاي؟ بس انت اي تو باور جي 5 تي بترسم ازاي؟ نفس الرسمه ايه؟ لا دي اي تو ده ريال ده هو ريال مش ماشي تفكرت سايت وزي سايت بس ازاي؟ ماجنتيودو فيز ده ماجنتيودو فيز ماشي هترسم هنا ماجنتيودو فيز تعالى معايا مش لازم مش لازم بالظبط هو ده اللي انا عايز اوصله. احنا استفدنا ايه برسمه الاتش دي لحد دلوقتي؟ عشان لما حركت الرينج بالظبط انا يهمني اعرف هي فين موجوده في رينج كام. والله انا كنت بدات الرسمه دي وعملتها لك كده حد يقول لي حاجه؟ اللي هي بقى الناحيه الثانيه مش فارقة معاك صح؟ شكل الرسم نفسه مش فارق معاك حاجة، فأنت هتيجي ناحية تانية عاملة كده، تيجي عاملة كده، تيجي لك عاملة كده، المهم إن أنا في أوفرلاب من 3 ل 6. شكلها فارقة معاك حاجة؟ لما احتجت المعادلة عملت إيه؟ رحت المعادلة بس.
وبالتالي اصلا دكتور محمد ايه فاحيانا تيجي يقول لك ايه تيجي رسالتك في الاسئله يقول لك ليش عامله كده. السلام انت بتروح بنزين فين ده؟ لو هي نفترض ان هي كده هتبان في المعدل. هتبان في المعدل؟ الزيرو هيطلع من المعدل. انا يهمني اليوهات بتقول لي ازاي في المعدل فين؟ طب ما انا مش هعرف انجاز كده ايه؟ طب انا هعرف انجاز ازاي؟ ما هنا مضروبه فيه؟ ما انت ما تقسمش على التايم كله، انا ما اقصدش رسم، انا عرفت ان هي بادئه من اليوم وليها رسمه معينه، هو كانها عامل اسبوع جي 5 تي في اوف تي، فهي حاجه بادئه من الزيرو ورسمتها بقى خياليه. بس فهي حاجه بادئه من الزيرو فتروح حاجه بادئه من الزيرو ليها اي رسمه، محمد بيحب يكتب الموضوع ده يعني او تلاقيه بيحل مثلا بالشكل ده اصلا. مش فارقه معايا رسمتها في حاجه، لان لما هحتاج الرسمه او المعادله مش هجيبها من الرسمه، هجيبها منين؟ هرجع معادله اصليه واشيل تي ماينس تي كمان. تمام؟ طيب. فخلي الشكل ده ايه؟ يكون في حاجه وبالتالي في الرينج ده معدل كام؟ بتاعت الاتش تروح هناك تحطها تي ماينس تاو فيطلع لك اي تو ذا باور ماينس 3 تي ماينس تاو دي تاو يساوي وطلع بقى المعدل بتاعك. طيب هل يعني كده جبت ايه؟ تي 4 من 5 يعني تي 6 7 8 9 10 كلهم ينطبق عليهم المعدل ده. هل في نقطه كده بعدها خايف ان الموضوع ممكن يختلف؟ يعني مثلا دي لو كسرت 10 في حاجه ممكن تختلف؟ لا هتلاقي دايما دي مكمله الديل بتاعها موجود من 3 4. طيب امتى كان ممكن تخاف؟ لو كانت الاتش دي بدل ما هي عامله كده كانت عامله كده مثلا كان ساعتها اه دي عماله تكبر 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 بس هتيجي عليها لحظه ايه اللي هيحصل؟ النقطه دي اللي هي النهايه بتاعتها هتبدا تخش بعد الثلاثه تكسر الثلاثه فساعتها الاوفرلاب هيبقى كام كام؟ مش من 3 ل 5 هيبقى من كام لكام؟ من النقطة دي أيا كان النقطة دي هي بكام؟ ل 5 دي لما تخش جوه كده هخاف منها فده هيبقى اوفرلاب جديد من النقطة دي تطلع تي ناقص حاجة يعني ل 5 اوفرلاب جديد وكمان بعد شوية ايه اللي ممكن يحصل تاني؟ تخرج بره خالص رجع لواي صفر ماشي؟ ممكن تخرج اللي هي كل مسألة بظروفها ممكن دي هتلاقيها في مسألة اللي أنت فكرت فيها هتلاقيها في مسألة ماشي؟ ممكن لو نفكر في دي تبقى عامله كده. مش هعتبر ان الانفينيتي دي بتروح لزيرو صح؟ انا كده مش عارف. لا ما هي حتى لو بتروح لزيرو على الانفينيتي ده باين في المعادله، الاكسبوننشال هو هيسكرها. يعني هي معادله موجوده، كونها بتروح لصفر المعادله هتظبطها. احنا يهمنا الاصفار اللي اليو هي اللي مستقبلتها. ماشي؟ طب الدكتور كان حد بيفهم سباق الحتتين دول الحاجات اللي على الاكس اكس. بالظبط. في مسائل زي طيب المهم مثلا طب ثانيه النقطه دي احنا متاكدين هي عند تي صح؟ النقطه دي هتبقى عند ايه؟ على حسب هو هيبقى قايل لك في المعدل ان وصل مثلا هي يو اوف تي ناقص يو اوف تي ناقص 3 يعني دي عرضها 3 ودي دايما عند تي دي دايما قدامها 3 فانت عرفت كل نقطه فين بس فتلاقي بقى ايه؟ في حاله كلها جوه في حاله ان جزء منها ياخد جزء منها لسه بره في حاله ان كلها هتعيش بقى تمام؟ هنا المسألة دي طبعا كام رينج؟ المسألة اللي احنا الأصلية بتاعتنا؟ ثلاثة رينجات صح؟ اللي هو نو اوفرلاب بعدين بارشل بعدين فول خلاص كده المسائل بقى يبقى فيها اثنين يبقى فيها ثلاثة يبقى فيها 12 أي مسألة وزرع ماشي؟ أكبر منها وريك طيب في المسألة دي روح هات أنت المعدات دي وتأكد بنفسك مش إيه اللي بيفصل ما بين الرينجين دول أو المعدل دي والمعدل دي؟ خمسة خمسة صح؟ يعني دي نهايتها خمسة ودي نهايتها خمسة عوض بالخمسة هنا وهنا يطلع 10 وبالتالي الكوشن بتاع الخمسة دخلها هنا وهنا مش تفرق نفس الحكاية التلاتة هنا كان قبلها بصفر صح؟ اللي هو كان بصفر أنا نسيت بس أقول لكم بعد ما تخلص اكتبها لي بس بشكل كومباكت يعني اكتبها لي كده إن الواي تي بتساوي زيرو لما تي أقل من التلاتة كان تساوي معدل لما تي من تلاتة لخمسة وبتساوي معادلة تانية لما تي تبقى أكبر من هنا بتساوي خمسة اكتبها بالشكل ده عشان ده يبقى نقطة النهاية بتاعك يا باشمهندس دلوقتي لو انا الحته اللي انا مدخلها دي كده الانترسكشن من تي لغايه 5 مش من 3 لغايه تي ده في المساله دي ولا بتتكلم عامة؟ لا عامة يعني لو انا دلوقتي مدخل ممكن يحصل انترسكشن من تي 5 ايوه يعني القصد ان هو ايه من تي واخد الخمسة كلها مختلف عن لما الثلاثة واخد جزء بس بالظبط كل مسألة تلاقي بقى في انترسكشن تعجبك وتلاقي بقى ايه يعني مثلا فين بص المسألة دي يعني مثال كده سريع يعني دي من 3 ل 5 صح؟ بصوا الحته دي ده هو نفس الرينج ده زي ما هو يفضل ماشي هيكسر الثلاثه فالمعامله دي هتحسه هي هي صح؟ هو شايف بشر مع دي اول لما يكسر الخمسه معامله مختلفه صح؟
بس هل على طول؟ لا الخمسه سبعه بس يعني هو عامل سته وادي الخمسه قبل هنا اهي فدي هتبقى ايه؟ وبلاك مثلا كام كام؟ خمسه بقت سته من ثلاثه لحد تي اللي هي التيم سته من ثلاثه لسته الاوفرلاب حصل منين لمنين؟ من 3 ل تي فانت هتيجي تعمل التكامل نفسك تكتب من 3 ل تي وتضرب المعادله في المعادله دي هو صح؟ بتعمله صح؟ بس ايه اللي هيخليك تضطر تقسمه تكاملين؟ ان الاكس كانت مره بواحد شويه بواحد ومره تبقى الدنيا بواحد فبالتالي مش هتعرف تعمل التكامل ده مره واحده فهتضطر انت تقسمه من 3 ل 5 الاكس فيها بواحد في الاتش زائد من 5 ل تي الاكس ناقص واحد بذكر الكركعة يعني ان شاء الله في كويز هيبقى خلال الاسبوع الجاي بس ما اتفقناش مع الموضوع يبقى خلال الاسبوع الجاي تمام هيبقى على اي حاجه خدتها في المحاضره لحد ما نخرج كونفليوشن يعني اول ما بدات تعمل كونفليوشن مش هتاخد كويز لكن اي حاجه قبلها عشان احنا في حاجات ممكن تكون تتقال في المحاضره احنا مش بنحط راحه في سيشن احنا بنحاول نغطي افكار المسائل اللي هي في شيء اول المسائل ممكن لكن في حاجات ممكن تتقال في المحاضره احنا مش بنغطيها فده مش معناه ان هو مش علينا عشان بس في ناس حسيت فيها مؤخرا في ناس يقول لك انا عارف السكاشن مش دعوه بالمحاضره ده مش هيفيدك باي حاجه هنتكلم دلوقتي على مثال كده طولت الميد ترم اللي فات كان على حته في المحاضره ماشي ف يعني الكويز هيبقى على كل حاجه على لحد ما اخلص كونفيوجن الكويز هيبقى صعب تمام بس هدف الصعوبه بتاعته مش هدف ان احنا نكبر كده هو الهدف بس ان هو يعني دي اول مره احنا نعملها ان انت عايزينك بس تشوف ال يعني كوزات السكاشن بيبقى تطبيق مباشر يعني لحد ما احنا لسه واخدين في السكشن فيعني الموضوع بقى سهل شويه فالناس تحس ان هو ماشي الدنيا ماشيه كده لا الدنيا مش ماشيه كده فاحنا هنحاول بس ان احنا استغلنا ان كده كده هتبقى عليها درجات قليله يعني يوم ما هيبقى كبير الكويز ده يعني هيبقى عليه كانه بقيمه كوزين من بتوع السكاشن اللي هم كلهم على بعض كده يعني هيبقوا اقل من نص الميد ترم في عمل سنه فاهمين قصدي؟ فاحنا استغلنا ان هي يعني تيجي بدرجات تيجي في درجات قليله احسن ما تيجي في المتر ان انت هتبدا تشوف الكورس يعني ايه افكار تمام والكويز هيبقى بنظام التشيت شيت مش عارف انتوا عارفين اللي هو التشيت شيت ولا يعني كل واحد من حاله يدخل ببرشام ورقه ايه وش وضهر اكتب براحتك سنه خطك اللي انت عايزه براحتك دي ورقه ماشي ورقه ايه فور وش وضهر اكتب فيها اللي انت عايزه هتخش وش ماشي زي الاوبن بوك بس يعني على نطاق صغير الصوت بعد الصوت جاي مفتحش هقول بس فبنحاول نخش اي حاجه بس في المقابل يعني انت ممكن هي ميزه ماشي معاك يعني اي حاجه انت مثلا قانون لسه ما حفظتش اشاره تنساها بتاع قانون معاك بس في المقابل مش تاخد درجه لو كتبت لي قانون تبقى معاك صح؟ كانت القانون معلوش درجات فده ممكن يكون ايه؟ دي حاجه ثانيه في المركز الثاني فانت يعني الامتحان لحل للفكره اللي تجيبها ماشي مش للقوانين ولا لاي حاجه تمام لا الفايت ما تشيت شيت ده عشان كويز احنا كده ما في الكلام ده في الميد ترم ولا في الفايت طبعا ده الورقه دي انت ممكن يعني هي تبقى مذكرتك انك بتلخص وهتنفعك مش هستلمها منك يعني تنفعك بعد كده ممكن تبقى تذاكر منها تمام نرجع لمسألة في المسألة دي الفرق بين التيم والتاب حد بقى يقدر يقول لي كده يستنتج الفرق بين التيم والتاب حد يقدر يستنتج سو فار ايه الفرق بين التيم والتاب؟ التاب ده اللي انا بعمل عليه يبدا في بالظبط في نقطة بس معينة احنا التايم الاكس دي فانكشن تايم ماشي؟ ولما اجي اضربه في الاتش بيطلع فانكشن تايم بعد الضرب فانا بكمل على التايم بتاعهم هم صح؟ بس ده انا عايز افرقه عن التايم بتاع الاوتبوت لان التايم بتاع الاوتبوت بيأثر في ايه هنا؟ في الشيفت صح؟ مش احنا انا عايز احسب الاوتبوت عند راس 5 عشان في الاتش ناقص 5 في الضرب لو عايز الاوتبوت عند هنا ففي تايم بتاع الاوتبوت اللي هو الاوتبوت عايز احسبه في التايم الكام اللي هو بيأثر هنا في الدومين ده كده على الشفتات بس فانا عايز افرق ما بين الاكسس ده اللي انا هكمل عليه وما بين التايم بتاع الاوتبوت اللي هو بيأثر هنا في الشفت فده اسمه كام؟ بس
اصل انت تخيل لو احنا من الاول قعدنا على تي ماشي هي اكس اوف تي هي فانكشن تايم عشان نجيب على بعض ماشي بس تعالى تعوض في المعادله دي لو على تي كان شفت الاكس تي ماينس تي مش تعمل معوض دي كان انا التوب بقسم رينجات التي بالظبط التوب دي هي عباره عن اكسس بيحصل فيه شيفتنج بعد كده شيفتنج بالتي اللي هي بتاعت الارض التايم بتاع الارض فانا عشان افرق التو تايم دول على بعض اللي فيه واحد بيأثر في الشيفتنج او معناه اللي هو قيمه او اللي هو التايم بتاع الاوتبوت والشيفتنج هنا ده حاجه والاكسس اللي بكلم عليه حاجه ثانيه فدينا له اسم ثاني عشان لو انت ممكن تكون سبتها فيه بس هتيجي نفسك تلاقي فيها اس تي اللي مش واخد باله ان دول حاجتين غير بعض واحد للشيفت واحد للتكانل يقول لك اتش اوف زيرو القيمه تطلع بره ودي كمان تطلع بره وتلاقي نفسه بيكمل واحد فاهم قصدي؟ فاحنا بنفرق بين الاثنين دول بالشكل ده احنا بنديله اسم ثاني بيعبر عن تايم اه بس كونسبت مختلف تمام؟ في مشكله في المساله دي؟ خلاص وصلنا للحل النهائي معاك الواي الحاجات النوتس السريعه تتشيك بيها اول حاجه لازم تكون مغطي التايم كله هنا لان احنا بنحسب الواي على كل القيم فما تلاقيش نفسك جاي من ناقص انفينيتي ل 3 من 3 ل 5 ومن 6 ل انفينيتي طب من 5 ل 6 ايه وضعها يعني هو اقوى من كام؟ لازم تكون مغطي التايم كله دي اول حاجه ثاني حاجه بس الشرط اللي انا او التشيك اللي انا بقول عليه ده في كونديشن طول ما الاثنين سيجنالز اللي انت بتتعامل معاها ما فيهمش دلتات ركز على الكونديشن ده قوي طول ما الاثنين سيجنالز اللي بتتعامل معاها ما فيهمش دلتات السيجنال اللي بتطلع في الاوتبوت دي ما يبقاش فيها ديسكونتينيوتي يعني الثلاثه هنا زي الثلاثه هنا والخمسه هنا زي الخمسه هنا اللي هي النقط اللي بتفصل الرنجات تاخد في اي رينج براحتك ماشي ده طول ما الانبوتس ما فيهمش دلتات لو فيهم دلتات هتحصل حاجات ثانيه فانا ساعتها بقى هنشوف ايه اللي هيحصل. فلو الانبوت زي دول ما فيهمش التات يبقى الاوتبوت كونتينيوس كده ما فيهوش ديسكونتينيوتي خالص. تمام؟ فانت ممكن طبعا تتشيك انك تعوض على خمسه هنا وهنا لازم يطلع نفس القيمه. دي ده في حد ذاته تشيك قوي يعني. تمام؟ طيب الحاجه الثالثه الاخيره يعني تتشيك بيها ان البدايه بتاعت الاوتبوت اللي هو الواي تبدا تظهر عند مجموع بدايات السيجنالز اللي دخلت حساباتها يعني ايه؟ الاكس هنا بدا عند الكام؟ بدا توصل عند الكام؟ عند الثلاثة يعني الاكس بدا عند الثلاثة وراحت لكام؟ لخمسة الاتش اللي داخلة في حساباتها من كام لكام؟ من زيرو لانفينيتي يبقى الواي انك تجمع البدايات تطلع ثلاثة تجمع النهايات تطلع انفينيتي يبقى الواي اللي تطلع لك لازم تبدا تظهر عند الثلاثة وتكمل انفينيتي والله لو الاكس كان بدا عند الثلاثة والاتش بدا عند الاثنين كان الواي لازم تبدا عند الخمسة ما ينفعش تبدا عند الثلاثة ماشي؟ فالاوتبوت بيبدا يظهر مع مجموع البدايات وبينتهي عند مجموع النهايات. ما تبقاش كلمه نهايات خليها بيقف عند مجموع الـ يعني اصل بينتهي دي اللي هو ايه ما تقوليش عند الخمسه ما تحطليش تحتها. لا هو بعدها موجود بس صفر يعني انا اقصد قيم وقف. ماشي؟ مش بينتهي اللي هو خلاص كده. ماشي؟ طيب في اي سؤال؟ بس يا باشمهندس هو احنا هنعملها هنا قبل ما نعمل الشيفت يعني اللي هم السيجنالز الاصليين السيجنالز الاصليين انت بتبص على الاكس والاتش نفسهم قبل بقى اي عمليات شيفت او اي حاجه بيطلع على السيجنالز الاصليين ماشي؟ طيب تعالى شوف او في بس نقطه نسيت اقولها احنا في البدايه قلنا ان العمليه تبادليه صح؟ الخطوات كانت ايه؟ في واحده سكتت اللي هي الاكس انا اخترت ان هي تبقى اكس اوف تاب والثانيه هي اللي فيها عملناها انفرجن وبدانا ايه؟ نحركها حتى هي الكونفرجن دي هتلاقي لما تقول لواحد بقاله كتير بيعمل كونفرجن او تقول له كونفرجن هعملها كده هي على طول الحركه دي معروفه واحده تثبت والثانيه بس تتقلب وتتشرب هي العمليه الكونفرجن كده اختيارنا لمين نثبته ومين نشفته لازم الاكس تثبت والاتش تتشفت احنا لسه قلنا الاول ايه مش فاهم فانت لما يجي لك اثنين سيجنالز كده في الاول كان من حقنا ان احنا ناخد الاتش نطلعها نثبتها فوق وبعدين ناخد الاكس هي اللي نعمل لها انفرجن ونبدا ايه نحركها فانت الاثنين هتبقى نفس الحل بس انت بتختار اللي هيسهل لك الحل شويه فهنا كان مين هيسهل دي تثبت ولا دي تثبت يعني اللي فوق دي شكلها سهل هو في واحده هتثبت والثانيه هيفضل يتلعب فيها فانا العب في دي ولا دي؟ انا العب في سيبك من انا العب بتاعك ممكن يكون دي سكه صعبه بالظبط احنا في ناس يقول لك ايه اه دي شكلها سهل لا انا خد العب فيها دي واحد ثلاثة خمسة ده بقى اكسبونشال بيموت وهاري مش لا غلط الاسهل ان دي تثبت ودي اللي تتحرك ليه؟ لان احنا السهوله مش في الشكل السهوله في ايه؟ في البدايات والنهايات فدي بدايتها زيرو ونهايتها انفينيتي فلما يعملها انفرجن
ماينس انفينيتي لزيرو، شيفتنج ماينس انفينيتي لتي، ارقامها كده ايه واحده. لكن دي خدها بقى اعمل لها انفرجن، ناقص 3 ناقص 5 شيفتنج، تي ناقص 5 تي ناقص 3، تفضل تجري وراها بقى في العالم. لو تي ناقص 3 دخلت جوه البنش وتي ناقص 5 بره البنش هتلاقي الموضوع ايه؟ اسهل لك التعامل مع تي انفينيتي صح؟ فيعني اللي بدايات ونهايات حاسسها هتبقى اسهل لك في التعامل ماشي. طبعا هتوصل في كل الاحوال، كل حاجه هتوصل مش طبعا كده ايه؟ رينج التايم، بتكلم عن رينج التايم قصدي ان انا السجن اللي هثبتها واللي هحركها اللي هتثبت تفضل كده زي ما هي تقول يعني ممكن صح. مثلا اللي تثبت تكون الناحيه الثانيه مش شرط ان انا امشي ناحيه البوز اه ما انت جاي من ناحيه الانفنتي فهتعدي عليك اصلا دي عربيه نعم يعني السهل فيها من فوق اللي هي على جنب الواحد لا بس ما انا بقول لك صعوبتها هتبان في ايه؟ خد دي اعمل لها انفرجن هي من 3 ل 5 تبقى وناقص 3 وناقص 5 هتلاقي العجل اللي ماشي هنا اللي هي بتاعت التي هنسهل التي دخلت التي خرجت لكن التي ناقص 3 دخلت التي ناقص 3 خرجت فاهم؟ الاسهل تظبط بالظبط ماشي الحته بتاعت التي اللي هي اللي هي اللي هي على السيجنالز الاصليه قبل اي شيفت وقبل اي انفرجن يعني انا خدت الاكس والاتش نفسهم بدايتهم ونهايتهم ما عملتش انفرجن ولا حاجه اه عادي اكسبوننشال في حته فيها بس لا انا بتكلم على السيجنال في طبيعتها لوحدها بره الكونفليوشن بره الاوفرلاب بره الكلام ده كله الاكس من 3 ل 5 والاتش لوحدها من 0 انفنت انا بتكلم على كل واحده لوحدها فيبقى الواي من 3 ل 5 نعم طلع ناتج تمام لا ليه بقى؟ انت متوقع ناتج تطلع من 3 5 عشان الانبوت دخل من 3 5 افترض ان ده الانبوت ده الانبوت ريسبونس صح؟ طب مش ده انبوت ريسبونس؟ يعني باي ديفينيشن ده ايه؟ بتاع الانبوت دي هي الاوتبوت لما يدخلك دلتا يعني لو دخلك دلتا واحده دلتا تفضل طالع في الاوتبوت لحد ما يعلى نهايه فطبعا متوقع لما تروح عامل 3 5 حولها لك بطريقه ثانيه قسم دي للثالث يا سيدي قسم دي للثالث مش ده اللي احنا شرحنا بيه الكونديشن من البدايه قسمها للثالث الانبوت ده كل ده تعمل لما تطلع ايه؟ الاكسبرينشال بيمو اخر واحده منهم طبعا هي مش هيبقى هي لوحدها هيبقى هي وكلهم بيجمعوا مع بعض كلهم طبعاً بالظبط ففي الاخر هتطلع الانفينيتي قدام هتاخد حاجه اسمها الاف اي ار والاي ار فلترز اللي هو يعني ايه حاجه ادخلها انبوت تقدر تطلع في اوت بوت لحد انفينيت هتاخد الكلام ده بالتفصيل طيب هل المساله دي مساله